نجم مصر الكبير، اهلا بيك كابتن، منور الدنيا دايما في قناه الاهلي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، فرصه سعيده والله. طمنا عليك الاول يا كابتن. الحمد لله الدنيا بخير والله، والصحه كويسه، ونؤازر النادي الاهلي في اي وقت ان شاء الله، لن نتوقف عن مساندته ان شاء الله. يا رب دايما يا كابتن شطه، ودايما بتنورنا فعلا، وبنسعد بيك وبنسعد بصوتك قبل ما نشوفك كمان. الله يخليك. يعني اعرف رايك الفني عموما في مباراه الاهلي والترجي. والله اتفرجت عليها كلها طبعا، مباراه صعبه يعني، في ظل كمان ظروف انه النادي الاهلي خسر مباراتين ورا بعض، وده المباراه كمان مباراه ديربي، فالحمد لله يعني الاداء كان اداء قوي للنادي الاهلي برغم النقص الشديد جدا في حقيقه، يعني الله يكون في عون الجهاز الفني والنادي الاهلي ومجلس ادارته والجماهير طبعا، ولكن المباراه كانت صعبه لانه انت عارف الترجي فريق مش سهله، والحاجه اداء بيبقى فيه فيري اجريسيف، يعني عندهم شراسه شديده جدا في الاداء، التحامات قويه جدا، رقابه صارمه يعني، بس النادي الاهلي ادى اداء كويس الحقيقه، في كام لعبه كده الحكم الحقيقه لم يوفق فيها، احنا طبعا بحكم عملنا وبحكم برضه خبراتنا ما بنقولش الحكم قصد يعمل كذا ولا يعمل كذا، دي حاجات كلها بنستبعدها حتى لو كانت فيها امور برضه ايه فيها شك وكده، لكن دايما الحكم الفتره الاخيره دي تحت ضغوط شديده جدا، المباراه بتراقب من جميع اعضاء اللجنه، وتراقب من حتى من 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 الاداره بتاعت التحكيم في الاتحاد الافريقي اللي هي بقياده ايدي مايي الحكم السابق، هو مسؤول مسؤوليه مباشره عن تقييم الحكام، رفع الحالات كلها للجنه الفنيه، بتراجع بيشوف الاخطاء، يبرر الحكم خطاه اذا كان واقف غلط، اذا كان حسبها غلط، اذا كان يعني حاجات كثيره جدا بتحصل في التحكيم، ولكن طبعا النادي الاهلي ظلم يعني. كان في طبعا يعني موقفين صعبين جدا، ضربه الجزاء والهدف الحقيقه، لا انا راجعته مرتين يعني، حتى حاله صعبه جدا انه المساعد يحسبها وسلايد، ولكن يعني المساعد برضه يعني تدريباته الخاصه بالحالات دي بتبقى مرتبطه بامتى الكره بتتلعب، بسرعتها، من مسافتها، فلازم الحقيقه المساعد اصبح شغله في التحكيم اصعب من شغل الحكم بتاع الساحه الصراحه يعني. لانه الحالات اللي هي الاوفسايد والحالات اللي فيها الكوره في خط واحد مع المهاجم والمدافع فيها صعوبه شديده جدا، ولكن طبعا يعني الله يكون في عون كابتن حسام البدري، يعني الحقيقه كان يعني موقف التحكيم مأثر بشده، ارجو انه في الفترات القادمه يعني التحكيم هيفضل زي ما هو، وشفناه في برضه في بطوله اوروبا، شوف الحقيقه المباريات برضه بالظبط تحكيم فيها يعني صارخ كمان، حاجات يعني والله ما تحصل في اي يعني مواقف افريقيه او عربيه او حتى في الدوري المصري كمان. وانا عايز برضه ارجع للعبه بتاعت بسام مرسي لما لعبت دبل كيك وحسبها ضربه جزاء، دي يعني حقيقه في المباراه الاخيره بتاعته اللي كسب فيها 3-1 ضربه جزاء ده كان دينجرس بلاي واضحه جدا في الدبل كيك، فانا شفت حكم طلع حكم يعني حقيقه يعني حكم لو حكم سابق يعني ومحلل يعني طلع بيقول لك اصله اللعبه دي لها شقين، الشق الاول انه هو الدبل كيك دي فيها دينجرس بلاي، لكن طبعا لما لعبها جت في ايده يبقى ضربه جزاء. انت بتفصل ليه الحالتين من بعض؟ طالما دينجرس بلاي احسبها دينجرس بلاي قبل لا ضربه جزاء. وحتى لو فصل ياخد الشق الاول اللي هي دينجرس بلاي. طبعا طبعا دي حاجات يعني ارجو انه ما يجيش حكم سابق يطلع يقول كلمه بالشكل ده، احنا طبعا في الاداره الفنيه انا بنكون متابعين الحالات وبنكون عارفين كويس كل الحالات، بنقعد مع الحكام وبنقعد مع في اللجان التحكيميه، ولما يحصل الديبريفنج بتراجع الحالات بنقعد نعرف الحكم بيقول ايه، لكن ما يجيش بقى يطلع يقول لك اصل دينجرس بلاي لكن هي جت في ايده ضربه ضربه جزاء، دينجرس بلاي تتحسب دينجرس بلاي، دبل كيك الراجل رجله في راس اللاعب الثاني حقيقه يعني، فانا بقى انا بس بقول يعني انه مباراه الترجي دي مباراه كانت صعبه، والتعادل برغم ان احنا ما كناش عايزين تعادل، لكن الجروب ماتش زي انت عارف الفرصه فيها كبيره انك انت اكيد كومبنسيت انك أكيد تقدر تجيب تلعب على ارضك ماتشين وتلعب تاني بره مع الترجي، تقدر برضه مع الترجي تعمل نتيجه ايجابيه، العمليه بس ايه نشيل الحالات الشد اللي موجوده والتنشئ الموجود في الجهاز الفني، ان شاء الله الامور هتتحسن، هي اصابات كثيره جدا، انا شايف كمان وليد سليمان اتعور، وشايف صبر الرحيل اتعور، حاجه يعني الحقيقه ظروف غير طبيعيه بيمر بها النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي عنده لاعبين على قدر كبير من الكفاءه انهم يعوضوا كل النقص اللي موجود، عندك جاي برضه مش موجود، عندك برضه ازارو، عندك
كام لاعب كده حقيقه مهمين جدا موجودين. بس انا النادي الاهلي يعني عمره ما هيسقط. النادي الاهلي هيفضل شامخ. النادي الاهلي يستطيع بجميع قطاعاته المختلفه الفنيه والاداريه واللاعبين انهم يستطيعوا انهم يعني يعوضوا كل النقص اللي حصل ويعوضوا كل الظروف اللي مر بها النادي الاهلي. ظروف صعبه حقيقه. ان شاء الله النادي الاهلي قادر على انه يتخطاها. اكيد يا كابتن، يعني انا اعرف مدى حبك وعشقك للنادي الاهلي، لكن هسالك بصفتك دلوقتي يا كابتن، حضرتك في الاتحاد الافريقي وتعلم الاتحاد الافريقي وتعلم اللجنه الفنيه في الاتحاد الافريقي، ليه التعنت او ليه الاصرار على هذا الحكم مع تكرار الاخطاء نفسها هي اخطاء السنه اللي فاتت برضه في مباراه الاهلي والترجي؟ يعني على الاقل كان المفروض يجيبوا حكم تاني. الاهلي اشتكى السنه اللي فاتت ان في اخطاء وفي تعنت من الحكم ده تحديدا في لقاء الذهاب في القاهره، والاهلي كسب. لو حضرتك طبعا تفتكر، وجبت حضرتك على التليفون وكنت حضرتك منورني وشرفني وقلت لي لا ان شاء الله يبقى في النهايه حكم مميز، واحنا دايما بنتابع الحكام ودايما، واكيد الكلام ده بيحصل، لكن برضه شفنا في النهائي برضه ظلم باين للنادي الاهلي في ضربه جزاء لوليد ازارو اللي خدها على صدره لو حضرتك تفتكرها، والمدافع اصطدم بيه ووليد ازارو سقط، لكن الحكم قال انا مش شايف فيها حاجه، وقلنا خلاص يعني خلاص بطوله وعدت. لكن ليه التعنت وليه الاصرار على الحكم ده؟ وانا مع حضرتك ان الحكم ماشي، لكن اللاين مان دوره كان اسهل جدا جدا في كره زي دي، بحيث ان هو كان عنده اريحيه ان هو يكون شايف الفريق المنافس اخر واحد وشايف المهاجم للنادي الاهلي فشايفه كويس جدا، لكن هو كان متعنت كمان وكان مصر ان هو يقف في المكان الخطا وكان عنده اصرار رهيب في رفع الرايه. فشايف حضرتك الموضوع ده ازاي؟ والله الموضوع ده ليه شقين. اول حاجه طبعا كونه المساعد ما كانش قادر على انه يظبط اللعبه بشكل متميز، طبعا بترجع لخطا تمركز وخطا ان هو اللعبه سريعه وان هو ما كانش يعني يعني حاس بانها هتكون فيها يعني اكشن زي دوت، وانه هي مرمس يعني جاب الهدف ده بشكل متميز، كان ممكن بكل سهوله جدا ان هو يقدر اللعبه بشكل افضل. انا معك الحكم وتعيينه يعني الموضوع ده طبعا انا هتكلم ان جنرال عشان بس ما اجيش الحكم ده بالذات، انه الاتحاد الافريقي في لجانه المختلفه عن طريق ادارته الفنيه او ادارته التحكيميه دائما عنده الحالات اللي بتبقى فيها انسيدنتس وفيها كيس زي مباراه الترجي اللي فاتت اللي فيها الحكم دائما بيكون حريص جدا انه ما يحصلش تكرار الحكم. ولكن انا 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 اطلب من النادي الاهلي مستقبلا يعني انه التنبيه لازم يكون ان ادفانس، ما يكونش مثلا يعني الحكام لما احنا مش عايزين نشتكي حكم نقول الحكم ده كان سيء او حكم كان وحش، عايزين نقول والله هذا الحكم قبل كده لعب معانا الترجي قبل كده الحكم ده كذا عشان ما يحصلش تكرار. انا متفق معاك تماما انه ما كان يجب على اللجنه على اداره التحكيم بقياده لجنه الحكام انها تعين هذا الحكم في هذا الوقت. وانا متاكد انه لو كانوا فصلوا على هذا الموضوع قبل التعيين كانوا عدلوه من قبل ما يعلن الحكم بالظبط. لكن لما الحكم يعلن من الصعب انك انت يعني تشيل الحكم، دي حاجه مهمه جدا لازم نعرفها، انك لو عينت حكم والنادي الاهلي طلب تغييره بتبقى فيها صعوبه شديده جدا، وهتلاقي كل الحكام اللي بيحكموا بعد كده اي حكم لنادي من سنه او من سنتين مش هيحكم، مش هيلاقي حكام خصوصا يا كابتن شطه لما يكون في مشكله كمان في ماتش، يعني كان في مشكله وكانت مشكله واضحه وحضرتك بتتكلم في نادي كبير بحجم واسم النادي الاهلي. ما انا فاهم، انا بتكلم بحجم كبير في النادي الاهلي، انا بقول لك هذا يعني هذا التعيين انا متاكد تماما لو كان فضلا لي الاجهزه القائمه على التعيين كان لازم يكون. انا اتذكر الاستاذ مجدي شمس الدين رئيس لجنه الحكام السابق السوداني لما كان مره عينه حكم للزمالك ضد مازيمبي وكان الحكم تسبب في مشكله كبيره جدا، وتم تعيينه ثاني للزمالك قبل التعيين ما يطلع كان بلغ بصوره مباشره جدا الاداره قال لهم لا الحكم ده يتغير ما يقدرش يحكم الزمالك مباراه ثانيه طالما تسبب في مشكله كبيره جدا في الكونغو. وانا اتذكر تماما كان قاعد في مكتبي وقال لي شطه لازم المواضيع تراجع بس بشكل دوري، يبقى عندنا برنامج انه الحكم دايما يكون في تقرير بتكتبه بيخش في البرنامج بحيث انه الحكم ما يحصلش دوبليكيشن انه يحكم. وده حصل في 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 مش في مباراه اهلي وزمالك ومصر بس، بيحصل مع السودان مع الهلال اعتراض اكثر من مره لانه الحاجات دي، ولكن عدد الحكام محدود بيني وبينك، والاتحاد الافريقي في سبيل انه يرفع من عدد الحكام الاليت او النخبه بدل ما كانوا 22 او 30 حكم عايز يوصلهم ل 40 او 50 حكم عشان يكونوا في ملتيبل تشويس، يبقى عندك قدرات انك انت تختار من هنا ومن هنا ومن هنا اذا حصل. فانا بقول لك انا يعني الحكم طالما تم تعيينه من الصعب تغييره من قبل ان يعين الحكم يجب ان يكون هناك
يعني نظره شامله، ونتاكد الاتحاد الافريقي قادر على انه يتفادى هذا الخطا، بس ممكن يجي لك حكم برضه يحسب لك ضربه جزاء عليك، ومن برضه ممكن يجي لك حكم يغلط، وبرضه ممكن يجي لك حكم يتسبب في خسارتك او يتسبب في انك تكسب بخطا برضه، يعني كل شيء وارد في التحكيم. بص على بطوله اوروبا لما ريال مدريد كان بيلعب مع بايرن ميونخ، انا معاك انا معاك تمام، حاجه يعني سافره كمان، والناس اتكلمت وطلعت يعني، وكمان روما مع 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 مع, مع ليفربول اوقفوا الرئيس الاتحاد بتاع روما عشان يتكلم وزعل التحكيم. التحكيم ظاهره في كره القدم بالظبط، مش مصريه ولا افريقيه ولا لا، بقت يونيفرسال، بقت في كل حته هتلاقي التحكيم هو سبب رئيسي في بعض المشاكل الكبيره. وانا اطلب من الاتحاد الافريقي ومن الاتحاد المصري ومن الاتحادات كلها ان يستعملوا الفيديو اسيستنت ريفري اللي هو الفار اللي هو حكم لازم التلفزيون يراجع المباراه بالفيديو، لازم يعني حاجه مهمه جدا، لانه هذا الامر انا اتمنى يحصل، لانه لو كان في فيديو كان يجب على ان يحسب هذا الهدف هدف اكيد، وكان يجب انه ضربه الجزاء ممكن يكون فيها يعني ضربه جزاء اذا كانت يعني الحاله تستدعي. فانا أكيد. بقول لك انا اتمنى انه الفيديو ده يصبح زي التنس، يصبح شيء مهم جدا، لانه ولا اللاعب بيقتنع ولا المدرب بيقتنع ولا الخصم بيقتنع ولا الحكم بيقتنع بالظبط، لو لازم الحكم يقول والله انا شايفها مضربه جزاء. الامور هي صعبه جدا الحقيقه، وانا يعني انا اتمنى انه النادي الاهلي يخرج من هذا الدائره المغلقه دي عشان إن نركز في كيفيه اننا نلعب ونجيب اهداف برغم الاخطاء التحكيميه. اكيد يا كابتن انا بتفق مع حضرتك تماما، هي مش شماعه، احنا بس بنحاول ندور على اسباب، واحنا شايفين ان التحكيم بقى سبب كبير قوي في خساره النادي الاهلي حتى محليا يا كابتن شطه، يعني اكيد حضرتك مش متابع محليا لكن افريقيا كمان. لا متابع محليا اكثر من يعني الاهلي بتابعه في اي حته، ده النادي الاهلي بتابعه محليا اكثر من أكيد. يعني بنتكلم على تكرار نفس الحكم اللاين مان لا ما هي دي انا بقول لك يعني دي يعني دي حقيقه، يعني كان يجب على على على, على اداره الحكام لما تعين الحكم انها ترجع للتاريخ بتاعه سنه او سنتين على الاقل، عشان بينه وبينك دي حاجات مهمه جدا، ما تجيبش حكم كان سبب في خساره حكم او هو بيشتكي النادي الاهلي انه هو السبب في خسارته، فبالتالي ما تجيبوش تاني عشان ما يحصلش مشكله. واتمنى انه حقيقه السكرتير العام عمرو فهمي يعني هو راجل قادر على انه دائما بيتذكر الحالات، يعرف يكون دائما برضه متابع تعيين الحكام، لانه قادر جدا على انه في لحظه من اللحظات يتدخل يقول والله الحكم ده كان في مباراه من مباريات في جنوب افريقيا مع ما اعرفش بوتسوانا حصل كذا، انا متاكد انه هو يستطيع انه يعني يتابع هذا الامر، وقادر على انه يتابعه بشكل افضل مع لجنه المسابقات واداره المسابقات واداره الحكام ان شاء الله. يعني كابتن شطه اخر سؤال عشان ما اطولش على حضرتك، ممكن الموضوع الحكام مع نادي الاهلي اللي هو البطل اللي هو الكبير بتاع افريقيا وبتاع الوطن العربي كله، ممكن يبقى فيها عامل نفسي شويه، الحكم عايز يفرض عضلاته على فريق بحجم النادي الاهلي عشان يقول انا موجود؟ والله دي عارف الحاله النفسيه للحكم دي مهمه جدا، يعني الان في اداره سيكولوجي كامله موجوده بتشتغل مع الحكام عشان ما يحصلش الحالات النفسيه دي او الحالات اللي هي اللي فيها ممكن الحكم يحصل له حاجه كده زي الاروجنس او بالظبط انه الغطرسه يعني بالزبط. او الحاجات اللي انت بالظبط دي طبعا دي حاجات يعني الحكام ما فيش حكم بيجي يلعب على ارض النادي الاهلي ويحاول انه يعني يتباهى ويفتخر انه خسر النادي الاهلي، انا بحس والله كده انا استبعدها تماما، لكن في حكام بيحاولوا بقدر الامكان انه يوري انه بحكم الاهلي مع الاهلي والترجي وان هو قادر، وانه صعبه جدا الامور عليه انه يكون كده، بس الامور النفسيه دي في التحكيم اصبحت جزء زي اللاعب لما يكون يجيب له اخصائي نفسي عشان يكون هناك نوع من التركيز، ودي طبعا الحكام الان محتاجين لها جدا، خصوصا لما يكون في جماهيريه تلعب على ارض النادي الاهلي في ظل جماهيريه كبيره، الحمد لله ما كانش في جمهور كبير يعني عشان كده هو كان مرتاح بيحكم بشكل اكثر في رياحيه اكثر، لكن المباريات الكبيره اللي فيها جماهير يعني صعبه جدا الحكم بيكون متوتر، لازم يكون في نوع من التهدئه ازاي الاخصائي النفسي يتكلم معاها. انا حضرت اكثر من دورات مع الفيفا ازاي الاخصائيين النفسيين للمدربين والحكام يتعاملوا معاهم، وفي في في دروس خصوصيه زي ما بتقول او تدريبات معروفه للحاجات دي، واتمنى انه لجنه الحكام الافريقيه برضه تزيد من هذا الامر عشان الحكم يستطيع يعني يكون بشكل اكثر يعني عدلا، ويكون اكثر يعني كمان نورمال ما يكونش بالظبط عنده نوع من التوتر او عايز يبرز بالزبط موهبته او شخصيته مع نادي كبير زي الاهلي او الزمالك او زي الترجي او زي اي فريق. بالظبط كابتن شطه نجم الاهلي ونجم مصر، يعني بشكرك جدا جدا على هذه المداخله.